ما هي أسباب الفشل الكلوي؟ أسباب الفشل الكلوي كتير جدا، بس طبعا بتختلف من بلد لبلد. احنا يعني الترتيب في مصر ممكن يكون يعني بيختلف شوية عن البلاد الأخرى. طبعا الأمراض الرئيسية هي الضغط والسكر والمشاكل اللي في الجهاز المسالك كله على بعضه. بس احنا في مصر متميز دايما ان بيبقى ضغط سكر، كان في الفترة اللي فاتت الهباتيتس سي، والحمد لله ان احنا دلوقتي الدولة عملت يعني مجهود جبار وناجح جدا في وقت بسيط جدا ان هي تبدأ ان هي نتخلص من فيروس سي، لان ده كان من يمكن ثالث او رابع سبب في اسباب الفشل الكلوي في مصر. في اسباب طبعا كتير اخرى زي حاجات مثلا عيوب خلقية او امراض مناعيه، ودي بتبقى يعني بنشوفها اكتر في السن الصغير في الفشل الكلوي مع الحمل. ففي اسباب كتيره جدا، وفي انواع كتير من انواع التسمم سواء كان عن طريق الاعشاب او النباتات او العلاجات الغلط اللي احنا بنشوفها. المسكنات طبعا ده يعني مع السيدات في مصر، المسكنات طبعا دي برضو من الاسباب اللي بنحاول بالتوعيه ان احنا نقضي على الافراط في المسكنات اللي بتجيب فشل كلوي بدري قوي. اوكي، شكرا جدا. شكرا.